اهلا، كيف ديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت باش نحضر معكم غريبه البهله. كتجي رائعه بزاف في المذاق وحتى في الشكل، كتجي هشيشه ومشققه كيف ما كتشوفوا، ناجحه 100% واقتصاديه، سهله في التحضير. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو باش نتعرفوا على المقادير والطريقه. المقادير عندي 250 غرام ديال الزبده خاصه بالحلويات، ندير جوج كيسان ديال السنيده. صافي، غادي نحرك المكونات ديالي مزيان حتى تذوب هذيك الزبده وتولي على شكل بوماد. السنيده مع الزبده غنضيف واحد الكيس ديال السكر الفاني، وغادي ندير جوج كيسان ديال السنيده. بالنسبه للعبار انا كندير بكاس ديال العنبه، اي كاس عبرتو به الزيت تعبروا به السنيده وجميع المكونات. صافي، هنا ضفت الزيت، غادي نخلط مزيان حتى يتجانسوا هاد المكونات. هادو خلط المكونات، غادي نضيف عليهم زلافه ديال الزنجلان عفوا، وغادي نخلط. غادي نضيف زلافه ديال الكوك. بالنسبه للكوك يكون هذاك الكوك اللي نيل الافضل. صافي، غادي نخلط المكونات هكذا مزيان. ناخذ واحد الصفايه وغادي نعبر بالكيسان ديال العنبه، الكاس الاول ديال الكاس الثاني ديال الدقيق، وغادي نضيف عليهم ثلاثه ديال الخمارات. الاول بالنسبه للخميره من الاحسن انكم ديروا ثلاثه باش كتخليها تجي مشققة أكثر وكتجي زوينة. صافي، هذا الكيس الثالث. صافي، غادي نصفي هادشي وغادي نبقى نزيد في الدقيق وأنا كنخلط حتى نحصل على العجين اللي بغيت. في الكاس الثالث، الكاس الرابع، وغادي نصفي ونبدا نخلط في نفس الوقت. صافي، غادي نخلط المكونات ديالي مزيان، وفي الاخير غادي نقول لكم شحال تقريبا احتاجيت ديال الدقيق بالضبط. طعم اللي جمعت العجين ديالي كيكون في هذا القوام، يعني كنقصحو شويه، كل ما قصحناها كل ما كتجي احسن وكتشقق اكثر. بالنسبه للدقيق احتاجيت كيلو بالحساب، كيلو ديال الدقيق. انا غادي نبدا نكركب فيها بهذا الشكل، انا بغيت نديرها شويه متوسطه، يعني ما نديرهاش صغيره بهذا الحجم هذا. بالنسبه للحجم راه عينكم ميزانكم، نتوما اللي الحجم اللي بغيتو غادي ديروه. صافي، غادي نستمر حتى نكركبها كامله وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي، هنا ملي ساليتها عمرت ثلاثه ديال الفرن، غادي ندخلها للفرن. انا عندي الفرن الغازي، غادي نديرها من التحت، يعني الفران يكون شاعل من التحت ونقصوا عليه، نخليوها حتى تشقق عاد باش نطلعوها باش طيب لينا من هذا الشيء من الجهه الاخرى. واخيرا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه اللي حضرت معكم. كيف شفتوا كتجي رائعه بزاف في الشكل ديالها وحتى في المذاق، كتجي مشققه ولذيذه، كتجي هشيشه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، ما غاديش تندموا. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سلا، الا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. السلام عليكم، تلقوا فيديو اخر ان شاء الله.